مساكم الله بالخير مشاهدينا في ليلة جديدة من ليالي وطني. يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة. وبداية يعني لحلقة جديدة اليوم حاب أني أتطرق لموضوع كلنا شهدناه خلال شهر تقريبا من تاريخ اليوم، وهو الانخفاض الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا. يعني بالتأكيد بسام، في هذه الفترة نسبة انخفاض أعداد الحالات تقريبا وصلت 45%، وهذا الشيء طبعا يعكس وعي المجتمع وإدراكه ودوره وحرصه على نفسه وعلى هله وعلى المجتمع. احنا دائما ما كنا نعول ونقول ان مجتمعنا مجتمع واعي، وهذا اللي اثبته بالفعل. لا زال مجتمعنا مجتمع واعي بالطبع، ويعني هذه نسبة الانخفاض نتمنى انها تزيد مع الايام القادمة، وان شاء الله يعني رقية يتواصل هذا الدور إن شاء الله. وتستمر الأعداد في الانخفاض. ايش رايك الحين نبتدي في حلقة اليوم؟ نبتدي في حلقة اليوم، اليوم طبعا بنتكلم عن التصوير، بس قبل ما نتكلم ونقول لكم ايش عندنا ومن ضيفنا، بودي اسألك بسام، انت تحب توثق اللحظة، لحظة كذي، لحظة حلوة مرت الان، توثقها بالتصوير ولا تعيش اللحظة؟ والله شوفي انا عادة اعيشها وخلي الربع يوثقون. عندنا بعد جاب دبلوماسية وايد، يعطي العافية زميلنا يحيى العمري، يعني خوش موثق الله يعطيه الصحة والعافية. وجه له تحيه طبعا زميلنا يحيى العماري وهو معد في البرنامج. هالشيء يعني اللي قلتيه رقيه يمكن احنا نتفق ويمكن نختلف فيه، لكن اللي ما نختلف عليه انه لين قلنا التصوير في البحرين على طول نقول علي الرفاعي، واللي حبه وشغفه بالتصوير خلاه واحد من اشهر المصورين مو بس على مستوى البحرين لكن ايضا على مستوى الوطن العربي وحتى الدولي. بما ان انت قلت علي الرفاعي فبالفعل مشاهدينا المصور المحترف علي الرفاعي راح يكون ضيف وطني لهذه الليله. وبعد لعشاق القهوه اليوم موعدنا طبعا مع فقره متميزه راح نتعرف من خلالها على الطريقه الصحيحه لصنع القهوه. موضوعنا مميزه ومتنوعه اليوم مشاهدينا، خلكم معانا لكن بعد هالفاصل. يا مشاعر وافرحي يا بلد، وادعي الله يبارك في ملكنا حمد. غردي يا مشاعر وافرحي يا بلد، وادعي الله يبارك في ملكنا حمد. راعي الطيب طيبه أكده يوم قال أحلى الأيام فعلا لم نعشها بعد. راعي الطيب طيبة أكده يوم قال أحلى الأيام فعلا لم نعشها بعد. بحرين 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 بحرين. يا طيور المحبة ويا معاني الغرام، غني اليوم وهني تاج راس الكرام. المليك المفدى وحمدنا الكريم، كل شعبه في حبه من غلاتايهم. يا طيور المحبة ويا معاني الغرام، غني اليوم وهني تاج راس الكرام. المليك المفدى هو حمدنا الكريم، كل شعبه في حبه من غلاته. وبحرين بحرين بحرين فديت انا البحرين، عاشوا على البحرين. بحرين بحرين امتلكنا بطيبة واحتضننا بحنان، حتى صارت بلدنا جنة أمن وأمان. يا أمني بلدنا ما طلبتي مجاب، دام عزك تسامى فوق هام السحاب. امتلكنا بطيبة
احتضننا بحنان حتى صارت البحرين جنة أمن وأمان. يا أماني بلدنا ما طلبت أي مجاب، دام عزك تسامى فوق هام السحاب. وبحرين البحرين 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 غردي يا مشاعر وافرحي يا بلد، وادعي الله يبارك في ملكنا حمد. غردي يا مشاعر وافرحي يا بلد، وادعي الله يبارك في ملكنا حمد. وادعي الله يبارك في ملكنا حمد. وادعي الله يبارك في ملكنا حمد. حياكم الله مشاهدينا. جمال الصورة الحقيقي في عين المصور اللي التقطها، وجمال اللوحات المرسومة في مرونة وأناقة إحساس أصابع الفنان اللي مسك الريشة ورسمها، جمال القصائد والكتب والروايات في شعر أو في شعور وفكر ومخيلة من كتابها. المصور يحفظ لك اللحظة ويوقف الزمن عندها علشان ترجع لها في أي وقت تخطر في بالك اللحظة الحلوة اللي أنت عشتها. عين المصور مو مثل أي عين، لأن دائما عين المصور تترقب اللحظات الحلوة، كل تفاصيلها الدقيقة والعميقة اللي ما يقدر أحد يشوفها إلا المصور نفسه. وحتى المصورين نفسهم يعني أكيد تختلف الزوايا اللي يأخذون فيها الصور، وحتى يعني طريقة التعبير وعينهم لما يأخذون هذه الصور. بالتأكيد اليوم بتكلم مشاهدينا عن فن التصوير وعالم التصوير بعين مختلفة باللي ذكرناه من شوي. هذه العين كلها إبداع وجمال مع المصور البحريني المحترف علي الرفاعي. يا هلا مرحبا فيك، نورتنا في وطني. يا هلا وسهلا فيك. أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة وأشكر تلفزيون البحرين والطاقم اللي موجودين هنا ما قصروا. يا مرحبا فيك، أنت شرف فيك. أنت قلت لي لا تقول لي أستاذ، لكن أنا بقول لك أستاذ لأنك فعلا أستاذ وتعبت على روحك وتقدم دورات يعني في دول العالم كلها، وأنت صرت مرجع يعني من مراجع التصوير الفوتوغرافي. يعني لو بديت أسألك يعني فن التصوير متى يكون فن؟ متى نطلق على المصور أنه هو خلاص وصل مرحلة الاحترافية وصار أنه هو نقدر نقول له أنه فنان؟ مثل ما قلت أخوي بسام، التصوير من ضمن الفنون المعاصرة عندنا، يعني نفس الأفلام، نفس الأشياء اللي طلعت في الفترة اللي طافت دي. نعم. الصورة أو إيقاف اللحظة شرحت أنت في البداية أن هي لحظة، يعني أو أن الواحد يرتب حق صورته ويسويها كلوحة. ومجال التصوير يعني مو بصغير، يعني صح. من الصحافة، من نشوف من البورتريت، يعني لو نعددهم مو بشيء صغير. تصوير الأكل، تصوير هاي الأشياء واللايف ستايل احنا نسميه أو الحياة اليومية، كلها أوجه مختلفة أو اتجاهات مختلفة في التصوير. لكن اللي يتميزون بعض المصورين أو اللي يصورون هاي اللحظات تميزهم من ناحية تكوين الصورة، تكوين الإضاءة، الرسالة اللي يبي يوصلها. فبشكل عام الصورة هي مثل ما نقول معروف عن ألف كلمة. كلنا إذا شفنا الصورة يمكن نشوف قبل لا نقرأ الكلام اللي تحته. فتوصل شلون يواصل الواحد يصير محترف كفنان شيء، وكمحترف مثل بشكل تجاري قدرته على التعبير شيء ثاني. يعني إيه؟ أتوقع إيه؟ إنه يقدر من لي أنا كان اتجاهي أكثر اللي هو التجاري اللي هو أصعب. يعني احنا اليوم اكيد راح نتكلم عن هذه المواضيع وشان التصوير اليوم يمكن صار عالم وصار فن بحد ذاته. صحيح. وكفايه ان احنا احيانا حتى لما نشوف بعض الصور نقول ان الصوره بروحها قاعده تنطق، الصوره بروحها يمكن قاعده تعبر، وما نحتاج حتى نقرا الكابشن اللي تحت الصوره وحتى نشوف شنو المسج، لان خلاص من كثر جماليات اللي موجوده في هذه الصوره خلاص وصلت لنا الرساله. قبل ذي كله انا ابي اعرف شلون علاقتك مع القهوه محمود. القهوة يعني من
من صغرنا من تراثنا القهوه والحلوه هاي يعني كلنا يعني ربينا على القهوه. ساعات يقولون القهوه مزاج. طبعا الواحد يكبر خلاص صار اكبر والمزاج يتحدد اكثر. صار مجال في التصوير الناس مجال في التصوير. انا شخصيا يعني اسوي قهوتي في البيت احضرها واحمصها وكل شيء. هي متعه يعني. ف يعني احنا طبعا نحيي شو اسمه مقهى سورسو برافقنا طول الحلقه وراح يكون يعطيكم العافيه وراح يكون معنا لقاء معهم بعد شوي ان شاء الله. لكن يعني علي يعني تجربت كل انواع التصوير، جربت القديم الحديث صح تكنولوجيا، يعني خبرنا عن هذه التجربه شو الفرق بين اذا باخذ المرحله اللي بديت في التصوير خلنا ما بقول بديت هوايه والاشياء هذه قبل كل ذي التكنولوجيا. أنا أحب الأشياء التكنولوجية وأحب كنت مثلاً أعزف إذا ما حد يعرف هالشيء. فالتكنولوجيا هي اللي شدتني. بعدين حب الصورة صار كان من وأنا صغير. لما بديت أصور السؤال كان عن قلت لي عن القديم اللي هو القديم طريقة التصوير القديمة. فلما بديت كنت أجرب كل شيء يعني خلاص الواحد ضايع ما عندنا. إحنا طبعا هني كان ذاك الوقت التعليم والمصادر مو مفتوحة مثل الحين الواحد يفتح الأونلاين ولا يشوف السوشيال ميديا ولا مثل اليوتيوب أنه يشوف يتعلم نفسك يعني أعلم نفسك. يعني كنت أخذ كتب 300 صفحة صفحتين لأستفيد منهم والباقي ما أعرف شنو. فتعليم ذاتي كان وكنت أجرب كل شيء وغلط يعني في سنين في البداية كانت كلها يعني أشياء صح وأشياء غلط. تصوير من مثل ما أقول مناظر تصوير الأشخاص وشنو المعدات اللي أحتاجها عشان أصور. فهاي كلها شكل خصوصا أنا بديت كمصور تجاري كنت أروح حق الشركات إن أبى أصور لكم إعلانات. ما كان هدفي إن أكون مثلا مصور في مناسبات ولا إيفنت. أكثر شيء أشوف الصور في الشارع والمجلات هنا أبي أصور ذي. جميل. فلما قدمت هالشيء ولأن سوق البحرين يعني مثل ما أقول يعني مساحة صغيرة الشركات اللي تعاملت معاها ممكن اليوم أصور شخص باكر أصور منتج أقول باكر زبون ثاني أصور له أكل. فاضطريت إن أتعلم كل هالأفرع في التصوير. جميل. والرياضة الأشياء يعني التفرع ذي أعطاني خبرة ذاتية إنه شلون اتعامل مع بس كلين درج في التصوير اللي هو انت سميته التجاري. اي شيء اي صوره تباع أي. تعتبر تجاريه حتى لو كانت ارت. حلو. يعني انت الحين مصور حاب تروح تصور مناظر رحت صورت منظر حلو وعندك كولكشن وطبعتهم وبعتهم انت قاعد عندك مدخول من 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 هذه ممتاز الارت اللي سويته او الفن. فيعني انت دشيت انه قاعد انت دائما يصير عندك مدخول من التصوير. انت مصور تجاري مو تجاري انه يعني شيء مو زين محترف. يعني اي مهنه او اي هوايه تدخلك فلوس انت محترف فيها. جميل. يعني يمكن علي خلينا نقول هذه الخبرات المتراكمه اللي صارت انه يعني من اكثر من فرع في اكثر من منتج بعد حلو يخلي حتى المصور يعطي يمكن خلينا نقول يعني سهوله في التعامل مع حتى التاجر نفسه او مع الشخص اللي حاب انه هو يعلن ويخليك ايضا تتحدى نفسك لان انت في كل مره تبي تصور بشكل مختلف وشيء مختلف اصلا تماما. صح. احنا اكيد راح نتكلم في ذي الامور بشكل يمكن اكثر تعمقا لكن احنا بنطلع الحين مع مشاهدينا بنشوف لما فريق البرنامج زاروك في البيت وطرحوا عليك مجموعه من الاسئله السريعه نبي نشوف شنو هي كانت ذي الاسئله وشنو هي كانت الاجابات وراجعين نكمل لقائنا وياك. كاميرتك المفضلة؟ هذا البلد. أكثر عمل تحس أنه أضاف حق اسم علي الرفاعي؟ اللي أتذكرهم في 2013 حق مؤسسة الملك خالد الخيرية كان عن ضد عنف المرأة. دخولك عالم التصوير هواية أو مهنة؟ دخول التصوير كان هواية في البداية. أكثر صورة أنت فخور فيها؟ وايد بس مؤخراً مثلاً تصوير حلبة البحرين للضيافة كانت. علي الرفاعي ما في أحد ينافسه صج هالكلام؟ لا صراحتك تخلي الناس تفهمك غلط؟ أكيد صراحة زعل ساعات. الصداقات شنو تعني لك؟
الصداقات يعني هي كل شيء، يعني من الأشياء الأساسية في الحياة عندي، خصوصا إذا عندك صديق تكلمة، والتواصل يعني شيء وايد مهم في الحياة. شنو أصعب شيء ممكن يتصور؟ ممكن الشخصيات المهمة والجوهرات. علي الرفاعي إنسان بسيط، شلون؟ يمكن مباشر أكثر، وأحب أكون يعني أختصر، يعني ما عندي لف ودوران. خالد المحرقي. خالد صديق، أشتغلت معاه واستشيره في وايد أشياء. أحسن شركة إضاءات بالنسبة لك؟ الشركة المفضلة عندي بروفوتو. أكبر تحدي واجهته؟ إن أكبر تحدي واجهته إن لما تركت شغلي وتفرغت للتصوير وصار التصوير مهنتي. من زمان ما قدمت ورش تدريبية، شنو السبب؟ لأن الحين صرنا نتواصل بالسوشيال ميديا، قنوات مثل يوتيوب، أقدم فيها معلومات تقريبا تكون مجانية ومفتوحة. حلم ودك يتحقق؟ أن أكون أستمتع بالتصوير أكثر ما هو يكون مهنة، فمتعة التصوير نتم لآخر وقت. يعني هي مجموعة يمكن من الأسئلة البسيطة والسريعة، لكن في مضمونها كانت يعني تحمل أمانة، يعني خلينا نقول رسائل مبطنة، يمكن نحتاج إن إحنا شوية نوقف. ضغط علي عبد الله وايد أسئلة، يعني سهلة سريعة بس صعبة. عبد الله يضغط على الكل. عبد الله بس ما شاء الله تطلع فقراته دائما متميزة ما شاء الله عليه. علي، يمكن أنا اللي راح أوقف عنده شوي موضوع أصعب قرار اتخذته، يمكن هذه كان تحدي كبير أيضا للي شاف هذه الفقرة، عرف أن يعني القرار الأصعب يمكن اللي خذيته قرار انتقالك، أو خلينا نقول خلاص أن أنت فنشت من شغلك وانتقلت للعمل في مجال التصوير، كلمنا عن هذا القرار الصعب. كان وايد صعب، يعني خصوصا لما الواحد لو بيغير شغله يستشير الناس أو يستشير اللي حوالينا، ولما يعني الواحد يجي إنه يقول أنا بترك شركة مرموقة في البلد. كنت أشتغل في شركة وطنية اللي هي شركة البتروكيماويات. يعني شركة الخليج البتروكيماويات، وكانت من أجمل الفترات أو أحسن الأماكن اللي اشتغلت فيها، لأن فيها التزام وفيها أشياء وايد والرابع والهاي، بس إني أطلع وعندي وظيفة مضمونة وراتب مضمون ومميزات الوظيفة، على أساس إن أكون يقولون أروح مصور أكون، يعني الناس ايش قاعد تسوي يعني؟ زين ليش ما كانت فكرة الدمج علي؟ يعني أنا أشتغل عندي دخل ثابت وفي نفس الوقت أمارس هوايتي أو الشيء اللي أنا حاب أحترف فيه. كان في دمج، يعني كان في فترة 3 سنوات في هاي، يعني بديت التصوير كنت أصور تجاري وفي نفس الوقت في الشغل. الشيء اللي ساعدني أنا كنت أشتغل نظام الشفتات أو النوبات نسميها. يعني كان في وقت ان اطلع الساعه 6 الصبح من الدوام، لان واروح البيت اغير ورفرش، اروح الساعه 8 عندي تصوير، وعقب ما اخلص تصوير الظهر ولا العصر اروح ارقد لي كم ساعه وارد الدوام. يعني حب هالشيء، فلما الشغل بدا يطلع والحمد لله يعني لقى استجابه من العملاء والكلاينتس، زال الشغل، فصار عندي ان يعني ايش تبي تصير إذا بسوي هالشيء أو بواصل في مهنتي، يعني خصوصا يعني عندي أسرة كان، يعني أن أترك هذي عشان ذي كان من أصعب القرارات. صارت مرحلة الاختيار، لأنه مو قرار شخصي، لو كان يعني أنا يعني بروحي مسؤول عن نفسي كنت قرار يطلع في نفس الوقت، تحط في الحسبان الوضع المعيشي والأسرة صح. ويعني إحنا طبعا متفاهمين أن هذه بالتأكيد قرار صعب، لكن اللي يمكن نبي نوصل له انا ورقيه ان شنو هي نقطه التحول بالذات، لان انا اللي نعرف ان المبدع دائما عنده حدس داخلي قوي يخليه خلاص يتخذ هذا القرار، او ان تصير في حادثه او يصير في يعني موضوع معين صادق في حياتك خلاك تتخذ القرار، في نقطه تحول، هل احنا بنوصل لها؟ اكيد، لان الشيء اللي تحول يعني سؤال بسيط، ان هل انا
اشتغل في دوام اللي هو كان زين بس ما كان حلمي ولا كان شيء احب اسويه كحب شغف يعني الهوايه دائما هي احسن كل واحد عنده هوايه صحيح فالهوايه تتحول لوظيفه انه هل انا بواصل حبي لهي الشيء التصوير واستمتع فيه واستمتع في اجواء التصوير مع فريق العمل والناس واتعامل كل يوم في مكان ولا اكون في دوامي وروتين يمكن الروتين ما احبه انا يعني اللحظه خلنا نسال عن اللحظه اللي انت حسيت فيه ان انت فعلا خلاص انا اتخذت القرار وقراري كان صح. انا مو بس ابي اللحظه بس الحين بما ان علي يعني قال ان هو كان حزتها بعد صاحب اسره فاذا هني القرار احيانا ما يكون يعني مو احيانا في كثير من الاحيان يكون دائما يعني القرار مشترك فشلون كان القرار؟ هل كان فعلا بالتشاور؟ تبي توهقك ترى. لا صح التشاور شاورت و خلينا نقول يعني الوالده وزوجتي كلهم كانوا يعني كانوا اوكي مع القرار بس فكر اكثر. يعني لازم تحسبها صح يعني لازم تعرف شلون. فبالعكس معطيني الهاي والكل شجعني يعني انه في النهاية في ناس تشجع روح وفي ناس تقول لك فكر شوي في ناس تقول لك لاش لك تسوي هالشيء فاللي طبعا هالشيء مو لازم تفكر فيه فمجرد طلبوا من التفكير زيادة واللحظة اللي يعني قررت فيها هي يعني لحظة قررت شذي طلع يعني للحين في وضع التفكير قلت خلاص أنا اليوم بروح بشوف آخر شيء أقدر أسويه هل أقدر أخذ إجازة مثلا طويلة وهذي هذا الشيء ما كان ممكن أسويه يعني ناخذ إجازة مثلاً سنة ما في أي مكان عمل بيعطيك حتى لو بدون راتب فهني قلت خلاص حانت اللحظة شكراً خلاص بديت مشوارين ما قصرت واستمتعت في 12 سنة اللي كنت فيها والحمد لله طلعت ولحد اليوم أنا أسوي مثلاً أشغال تصوير حق الشركة لي يعني ممتاز فيعني الدعم يا من كل صوب واحب اشكركم كلهم اللي دعموني وكانوا وراي يعني في الموضوع احنا يعني يمكن احنا نسال هذه الاسئله لان احنا قاعدين اليوم قدام نموذج ونموذج يشرفنا كلنا في البحرين بان احنا يعني نستضيف مصور مبدع ولك هذا الباع الطويل ولك هذه الانجازات الكثيره يعني تبديت من الصفر طبعا وانطلقت في مشوارك لكن شو الفرق قبل شلون كانت التسهيلات وشلون كانت الصعوبه في انك يعني تمارس هذه الهوايه او هذه الوظيفه وش الفرق بين قبل والحين في فرق وايد انا طلعت في فتره في فرق اشياء تقنيه وفي فرق اشياء في الحياه اللي هنا يعني اغلب الناس كانوا انا عاصرت مرحله الانتقال من الفيلم للديجيتال يعني اذا تعرفون الفيلم صح الفيلم تعرفون الفيلم اللي تروح تحمض انزين يعني ومن صغر الرولة هذه ومن الصغر يعني في بيتنا كان في كاميرا وكان في افلام الوالده تصور والدي يصور ف المراحل اللي انتقلت فيها لما بديت اتعلم التصوير والتشالنج ان الواحد يصير مصور زين كانت مراحل صعبه يعني انا بديت البيئة اللي موجودة مصور ولا أنت قاعد تسوي هالشيء شلون قاعد تسوينه لا خلينا نكون صريحين الفترة ذي خلينا نقول قبل في 2003 2004 أغلب المصورين اللي كوميرشال محترفين في البحرين وأغلبهم في الخليج كانوا أجانب جايين أوروبيين نتكلم عن مستويات عالية ولا كانوا يسافرون يجون هني البحرين أو يجون الخليج يصورون مثلاً حق شركات العودة. نعم. فإن أنا أدخل بينهم كذي نفسياً كانوا الشركات يعني من وين طالع؟ يعني إيش بتسوي أحسن؟ شوية في يعني تخوف. إيه. الحمد لله الحين أنا يعني وصلت في 2015 إن صرت سفير لثلاث شركات عالمية في ما شاء الله. في العالم. ما شاء الله. إنزين إن الشركات هذه صارت. تثق فيني لدرجة أنك أنا كمصور يطرشون لي معدات أو منتجات كاميرات ولا عدسات أو إضاءات أن توصلني على أساس أسوي لها كان في صعوبة في التواصل يعني؟ في التواصل معه؟ لأن أنت حين تصور عندك إنتاج وتبي تروي الناس تبي توصل حق العالم كله أي
يعني الفرق بين قبل والحين شلون تقدر تتواصل؟ الفرق طبعا السوشيال ميديا يعني الحين غير كل شيء. قبل كنت يعني اذا عندي شغل بروح اراوي للشركات او اللي هم المفروض اشتغل معاهم اروح شخصيا الو ابيكم صور ابروكم شغل نشوف شنو نقدر نسوي. فكان تواصل شخصي. مع الفتره الخمس سنوات اللي طافت كل شيء تغير. السوشيال ميديا غير كل شيء يعني. والحين بعد مع الكورونا طبعا رحنا يعني اكثر الى عالم الديجيتال والعالم الالكتروني والافتراضي اكثر. علي طبعا اليوم احنا لما نتكلم عن علي الرفاعي المصور البحريني المحترف اللي وصل بكل جدارة للعالمية. هذا الشيء ما جاء من فراغ ويمكن سمعنا مع مشاهدينا شلون بديت والحمد لله لوين وصلت. لكن القريب من علي يعرف انه انسان جد دقيق في عمله ودقيق يعني ودقيق في أقل التفاصيل اللي يمكن إحنا يعني ما ننتبه لها، بس أنت لك رؤية معينة ويعني تنتبه في هذه الأمور. كلمنا عن هذا الجانب التفصيلي الدقيق اللي يمتاز في علي، وخاصة أن ذي الكلام ترى مو من عندنا، الناس اللي اشتغلوا معك هم اللي قالوا هالكلام. كمصور تجاري إحنا لما نصور الدقة يعني الفرق بين المستويات، خلنا ناخذ الافلام او الانتاجات المحليه والعالميه، في انتاجات قويه تطلع هني لكن لو نعرف ليش صارت قويه الدقه في الشغل فيها، الدقه في اختيار كمثال المكان الشخص الكلام الاشياء هذه كلها هي تعطي هي صوره هي صورة علي صورة ليش قاعد نكبر الموضوع دقيق وايد في الموضوع هي صورة هي لحظة واللحظة هذه هي يعني بسام إذا تطالعها بتطالع كل تفاصيلها، إذا غترتي مو غلط بتعرف، إذا القلم مو صح هاي نتكلم عن شيء بسيط. لكن لما أروح أصور وعندي مثلا موقع في مثلا المودلز أو الممثلين أصورهم طريقة معينة، الإخراج اللي يصير لهم لازم أكون دقيق فيها. بس في أشياء مرافقة بعد في يعني أول شيء لازم اللوكيشن يعني الموقع كلها الإضاءة بروحها هاي روح فن وعالم بروحها يعني. وأرجع أن أنا وصلت أن صرت مدرب لشركة فوتو العالمية في الإضاءة مدرب معتمد من أول 13 شخص في العالم. ممتاز. فالإضاءة هي ترى المفتاح حق كل شيء في الصوره سواء أكيد. فيديو ولا صوره صحيح. يعني احنا ساعات حتى نلاحظ ان كانت اعمال تلفزيونيه وحتى صور اذا كانت الاضاءه مو بصحيحه ففعلا الصوره تضيع، لو شنو كانت صوره حلوه ولا كانت مثلا مقطع حلو بس اذا ما في اضاءه خلاص هذه يروح. احنا المفروض الحين عندنا فقره دائما احنا يعني هاي فقره ثابته عندنا بس ما اعرف الجماعه في الكنترول الفقره جاهزه اي تمام. فقرتنا هذه علي طبعا في عندنا احنا فقره دائما يعني نخير الضيف ما بين خيارين، نوهق الضيف بين خيارين. لا ما نوهق، لا بالعكس في ناس وايد يستانسون صدق والله. لا لا بيكون عندنا فيديوين، الفيديو الاول بيكون لاحد الاصدقاء والفيديو الثاني للاهل. طبعا شنو محتوى هذا الفيديو؟ ممكن يكون طلب، ممكن يكون مجرد كلام، ممكن يكون عتب، وممكن يكون شيء حلو. الخيار يعني. ما نوهقك، شوف خرعك، شوف اثر عليك. احنا ما نوهقك، اللي في الفيديو يمكن نوهقونه وهم رابعك او هلك، فانت تفهم وياهم يعني. قدها. يلا ايش تختار؟ ايش تختار؟ الاهل او الاصدقاء؟ الاهل او الاصدقاء؟ الاهل. يلا الاهل. اخوي الغالي واستاذي بطلان، اجمل تحيه لك. حبينا نقول لك ان احنا فخورين فيك وايد باللي وصلت له من انجازات في عالم التصوير. نتمنى ان ربي يحقق كل امنياتك وتطلعاتك. انا شخصيا تعلمت منك الكثير ولازلت اتعلم. كان اهم شيء تعلمته منك ان النجاح طريقه مو سهل، وان الانسان لازم يكافح ويجتهد عشان يوصل لاهدافه. فنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق والمزيد كذلك من النجاحات، وان شاء الله نشوفك دائما رافع اسم البحرين. اخوي الصغير ابراهيم خبرنا يعني اخوك يعني ايش كثر هو ايضا مهتم في المجال اللي انت فيه. اخوي هل دخل نفس المجال او لا؟ ساعدني وايد في فتره من فترات لما تخرج، فترات
الإجازة الصيفية بالجامعة عنده كان يساعدني في التصوير. في 2003 أتذكر سويت منتدى تصوير هو اللي سواه وكان يسوي غلط لا صح سوى مرة ثانية سوى هذي، فكان يعني ما شاء الله علي إبراهيم من الناس اللي ما قصروا معي يعني كانوا داشين في شغلي، يعني حتى ساعاتي تشوف شغلي يقول لي وايد حلو سويته هذي يعطي راية يعني كان في شيء يعني إن أخذ صدق هو أصغر مني بس أخذ نظرته. حلو الدعم لما الواحد يحصل أنه من العائلة، يعني إحنا حلو لما نسمع كلمات الإطراء من برا بس لما يكون أنا عندي أحد من البيت خاصة يعني أخوي أو مثلا اللي معاي في البيت يشجعوني هذه أكيد يعطيني دافع أكبر. صحيح. فإحنا هاي شفنا حين الفيديو الأولي شفنا أخوك إبراهيم، اليوم خلينا نشوفه حين ما بقى شيء أخير أنا لو ولي عدى على خير يعني ما في توهي. شوف الفيديو الثاني نشوفه. العلي حبيبي شلونك شخبارك؟ من زمان ما سمعنا صوتك، أدري الشغل هالأيام زحمة وضغط وكل هالكلام، إحنا كلنا نفس الشيء. حبيبي بذكرك بشيء، إنزين ما أدري إذا تتذكر ولا لا، بس تتذكر كان عندنا مشروع نبي نسويه إن إحنا نوعي الناس بطريقة مضحكة. بس إن قلنا بنسوي شيء له علاقة بتصوير و3D مع بعض وبنسوي نوع الشخصيات وشيء من ذي النوع. تتذكر الموضوع كان عن شنو؟ يعني إذا تتذكر شيء حلو. يعني صار لنا إحنا كم سنة نقول بنسوي وإن شاء الله أنا جاهز، يعني أي وقت أنت فري خلنا نقعد ويا بعض، عندنا كم من كونسبت حق الكامبين ذي وإن شاء الله نسوي. حبيبي باي باي. هاي قوية ترى. رد علي رد علي. خالد المحرقي، خالد عبد الله المحرقي، يعني من الناس اللي أشتغل معاهم صديق. خالد ملك الثريدي ما يحتاج بعد. ملك الثريدي وفنان ايه؟ ويعني أشغاله ما يحتاج أقول لكم، بس الحين ذكرني بشيء يعني ما هو قاعد يقول لك اذا تتذكر، فانت تقول له تتذكر ولا لا. بعطيكم نص الموضوع لان وايد صعب النص الثاني. كنا نبي نسوي حمله توعويه للمرور والمشاة والاشياء هذه، اللي يوقف غلط، اللي يطلع على الخط الاصفر، اللي ياخذ باركين، اللي ياخذ باركين بالذات يعني كنا بنصور اشخاص هم قاعد يسوون هالشيء بس في الصوره النهائيه ما راح يكونون اشخاص، يتحولون الى شيء ثاني يعني مقتر بس هو مو وجه انسان اكثر من كذي ما اقدر اقول يعني كذي يمكن قوي الموضوع وايد. لا وايد قوي يعني خالد ما يعني ما بتشوف ما بنشوف هذه العمل والله ليش لا بالعكس، هاي الاشياء الشخصيه اللي نسويها لازم تكون 100% احنا مستمتعين فيها، فهذا الشيء اللي احنا ناطرين نسويه بس غيروا زين في الصوره الثانيه بدل ما تخلون هذيك الصوره سووا صوره ثانيه. ساعات اشياء تطلع بقوه يعني لانها حساسه مع احترام الجمهور. نعم. فيعني انا احب والله اوجه تحيه حق خالد محرقي يعطيه العافيه، شكرا على هذا المقطع، شكرا انك يعني وهكت على الرفاعي. لكن للامانه الاستاذ خالد الرفاعي مبدع، خالد محرقي عفوا مبدع وابن مبدع رسام الكاريكاتير المشهور طبعا. نوجه له طبعا تحيه ونتمنى يعني نشوفه ان شاء الله قريب. وبرجع لك علي، يعني انت ذكرت للتكنولوجيا وانك تحب التكنولوجيا، طبعا شغلكم كله معتمد على التكنولوجيا، يعني خبرني اكثر شنو اكثر شيء انت تحرص عليه في الجانب التكنولوجي. جاب تكنولوجي من ناحيه الاجهزه والكمبيوترات، هاي خلينا نقول الكاميرات والاضاءات والعدسات، هاي شيء اساسي لشغلي. بس النص الثاني اللي هو الاجهزه والكمبيوتر والتعديل، لان الحين ما نحمض في مختبرات، نعم نحمض عندنا في اجهزه الكمبيوتر. عموما يعني انا اتابع التكنولوجيا هذه، اي شيء تكنولوجي يعني الالكترونيات الاشياء هذه كلها شغف ثاني شخصي، يعني مثل تحبين شوبينج، ايه؟ نعم. زين شغف، ف
أنا نفس الشيء، لا توديني محل الملابس، ودي محل الكترونيات. هاي التكنولوجيا. بس طبعا التكنولوجيا تلعب دور وايد عود في الوقت الحين. أكبر الأفلام العالمية والصور العالمية فيها تكنولوجيا الـ 3D، فيها تكنولوجيا الإدت. يعطيني لازم تسوي إدت على الصور. يعني خلك من إدت. خلك من التجاري. يعني أنت مثلا صورت منظر طبيعي يعني. في لأن إحنا لما نصور صورة خام ما فيها أي تعديل. في أشياء أساسية يعني أزيد اللون شوية، أزيد التباين، الإضاءة شوية خفت. هذه الأشياء حتى في الأفلام كانت تصير. حتى في المختبر اللي كانوا يسوون تحميض الفيلم. نعم. بعد كانوا يسوون على الوقت يخلونه أكثر برايتر أقل. والله شغلة يا أي. فإحنا هذا خلينا نقول الإدت الستاندر، الإدت التعديل اللي يصير بعدين زيادة اللي هو قص ولزق وتنظيف والأشياء هذه ساعات نضطر نسويها يعني. ما نقدر. تأخذ وقت وايد صح؟ على حسب. في صور خذت من عندي أسبوع كامل تعديل. أسبوع. وفي صور صعبة خذت مثلاً نص يوم أو ساعة. ولأن أشتغل ويا شركات في دائماً اللي نسميه ديدلاين، الوقت النهائي التسليم. إن نخلص التصوير نرجع الاستوديو نسوي داونلود حق الصور، اختاروا الصور الكلاينت نروح نحنا نعدل، لازم ديليفر في نفس اليوم أو ثاني يوم. جميل. بعد من الأمور اللي إحنا عرفناها عنك علي أن أنت يعني تهتم وايد بالصداقات، وتختار بعد حتى الناس اللي تحب أن أنت تتعامل معهم والناس اللي تشتغل وياهم. فلما أني على موضوع البزنس أو مثلاً الشغل نفسه، ما تحس أن ساعات يكون صعب أن أنا يعني يكون عندي صداقات وفي نفس الوقت نفس هذه الصديق أو نفس هذه الأفراد بعد أشاركهم في عملي في البزنس؟ اللي صار معي أكثر اللي هو العكس، في ناس تعاملت معهم صار أصدقاء. أغلب أصدقاء اللي أطلع معهم كأصدقاء يمكن يشوفون صور أوكي شغلة، بس نقاش الشغل قليل يكون معهم. الصداقات وايد كونتها من شغلي أنا يعني. اللي تعاملت معهم عرفتهم شلون، لأن نعيش ساعات يعني ساعات طويلة مع بعض ونشتغل، يبين معدنهم، يبين إن هم مهتمين. يعني في ناس ممكن عندهم مثلاً رؤية مختلفة، يقول لك إنه يعني في العمل التجاري أنا أحب إن أنا دائماً أكون أنا مثلاً بروحي الشخص الـ يعني الأونر أو المالك مثلاً حق هذه العمل، ويكون في ناس مثلاً يساعدوني، بس في ناس يحبون الشراكة. فإحنا نقول إن موضوع الشراكة هذه لما تكون مع الربع، هل تحس إنه هو فعلاً جانب جيد في العمل التجاري؟ أكيد. مثال بسيط، خالد يعني صديق قبل أشتغل معه، بعدين شفنا الشيء يعني اللي قاعد نسوي ترى نفس الشيء يعني. فاشتغلنا مع بعض كم مرة وأكيد هالشيء يعني أستمتع بالشغل معه بشكل غير ما أستمتع أشتغل مع أحد ما أعرفه ولا توني أتعامل معه. فالشراكة هذه طبعا كلهم أي شغل، خصوصا مجال شغلي البروفيشنال كوميرشال، الناس تقول صورة بس بالضبط نفس ما الاستوديو هذي فيه انت الله يخليكم المقدمين وفي المصورين في الاضاءة في التيم، لو ما هم مو موجودين ما راح يصير هالشيء. نعم. فنفس الشيء حتى الصور اللي احنا نصورها صج لعالي طلعت باسمه، بس في اللي اشتغله وفي التيم كامل كرو يشتغل. يعني ايش كثر بقول اسامي، بس احب اشكر اي واحد اشتغلت معه وطلع في يعني شغل معه، فهم أصدقاء. هم يعني حلو يكون يعني جو العمل، فريق العمل، يعني فريق العمل، روح الأسرة الوحدة هذه يكون حاضر وموجود في فريق العمل. خصوصا يعني أحيانا مع هالوقت كل شيء تغير، قلتي أن أخرج فيديوز، أخرج فيديوهات، إعلانات فيديو، هاي بعد الفريق أكبر وأكبر يكون. بننتقل حق الفيديو، بس قبل الفيديو أنا ودي يعني أناقشك في موضوع من الأشياء المهمة في عالم التصوير. دائما نشوف مسابقات التصوير ما توقف، في مسابقات محلية، في دولية، في صح. إقليمية. يعني خبرنا، يعني هل أنت من الناس اللي تحب تشارك في هذه المسابقات سواء كمشارك كمحكم في بداياتي شاركت في مسابقات في 2005
شاركت في مسابقة واحدة فزت بثلاث جوائز فيها. ما شاء الله. دفع أعطتني دافع، شجعتني إن أنا لازم بس إن أنا أواصل أصور حق مسابقات خاص مو بمجالي أنا شخصياً يعني. أشجع اللي حاب التصوير ماخذ التصوير كهواية إنه يشارك، ما في أي مشكلة، ويجيب جوائز ويجيب الإنجازات ذي. نعم. تشجع الشخص، وهي بروحها فنية بيلها يعني. إن أنا أفوز في مسابقة، إن أنا أصور على أشوف التحكيم شلون، أشوف المتطلبات وأروح سواء عندي صورة أقدمها ولا أصورها، هاي الأشياء هي تحرك الشغف اللي فيك. بس أنا شخصياً رأيي الشخصي إن أنا ما أقول إن وصلت للمرحلة، ما أبي أصور كفن، إن أنا أبي ما أنتظر أحد يقول لي رأيه في الصورة، لأن هاي نظرتي لها. يعني نفس تكلمنا إن نفس الرسام، في اللي سريالي، في اللي يرسم بورتريت، في اللي يعطيك أدق التفاصيل، في اللي يسوي خطين يقول آرت. نحترم الفن ماله، نحترم الفن القدمة، هو عنده نبرة، عنده رسالة يبي يقدمها. فإذا نجح في الشيء معناته هو ناجح. أنت لو ما فزت ذي المسابقة، نفترض يعني، وهذا شيء يعني مستحيل يصير، لو أنك خسرت مثلاً فيها، والله أنا هل راح يتغير الشعور من أنك تتحمس أكثر وتتشجع، أو أنك يعني وقتها ما كنت واثق في اللي قاعد أقدمه، وقدمت على هالمسابقة أتذكرها آخر يوم. إيه؟ لأن صديقي كان مصور قال لي قدم مش عليك صورك. يمكن يصير، يمكن بيصورون معرض بتشوف الصور، نشوف الناس. أنا قدمت ما تشوف إلا أنا هناك وقت الإعلان. ثلاث جوائز. أربع فئات، أنا فزت بثلاثة فيهم. ما شاء الله. قاعد أقول إيش قاعد يصير يعني، فأكيد استانست. صحيح. إنزين، وعقب هالسنين صرت أحكم مسابقات في الخليج، أحكم مسابقات من مواقع يطلشون لي أنا أحكمها، وفي البحرين. بس الموضوع وايد صعب، لأن المشكلة في الأشخاص، بعض الأشخاص يعني أنا إذا ما شاركت كنت فست ما فست، أكيد يا أنا غلط يا أنه ما غلط، انتهى الموضوع. بس إنه في ناس تشارك إنه ليش أنا ما فست، هاي المشكلة العودة يعني، إنه ما يصير إذا 100 واحد دشوا ما يصير 100 واحد ترضيهم. ونظرة المحكم للصورة، حتى لو الصورة يمكن تكون مو بحلوة بس على ذوقه بيفوزها يعني. أنا هذه كنت يعني ودي أن أنا أسألك هي علي قبل ما ننتقل حق الفقرة الثانية. يعني يمكن التحكيم نفسه يكون وايد أصعب، لأن المصور نفسه عنده رؤية في الصورة اللي حطها. أنزل المحكم لما أي بعد يحكم بحد، لا بالضبط، خاصة إذا أنتوا ثلاث أربع، فيعني نظرة المحكمين الثلاثة والأربع بعد تختلف. إيه، إحنا يعني تمين في مسابقات اليومين ثلاثة نحكمها، وفي النهاية قلت انتقادات. فأنا يعني قررت، قلت أنا ما بحكم مسابقات، لأن شيء صعب، أنا ما أحب أن أكون أطلع غلطان. صحيح أنا مو بغلطان، لأن أنا مو بروحي، معي لجنة، معي، فبس أن إرضاء الناس. أنا شيء ليش الذائقة يعني مثل ما تقول ذائقة على ذوقي. يمكن هي الصورة حلوة بس أنا ذوقي مختلف. صح، يعني مجوس بيتنا غير مجوس بيتكم غير مجوس، كلهم حلوين بس في واحد بيبي ذوق بيختار. صح صح، كل واحد يختار مشبوس بيته. اي فليش انا ازعل لما اعجبه؟ يعني شلون ما اعجبك يعني الحين بطقك؟ ما يصير يعني. فريق الاعداد بعد يوم كان وياك في الموجود في اللوكيشن في الاستوديو، ايضا كانت هناك ايضا مجموعه من الاسئله طرحوها عليك، بنشوفها مع مشاهدينا. هذه اسئله اخرى طرحوها فريق الاعداد مع علي الرفاعي، نشوفها وراجعين. بداياتي في يعني وشغفي في عالم التصوير بدا حب الصوره اساسا، يعني من وانا صغير الكتب اللي اقراها او اللي اشوفها اذا ما فيها صور ما تشدني. حتى اتذكر يعني من ايام المدرسه اكثر كتاب اشوفه لما استلم الكتب الاطلس، بسبب انه في صور، في
مثل ما يقولون الصورة عن 1000 كلمة، فمتعة الواحد تشوف صورة يروح للمكان هذي، يعني من هنا بدأ. وتقريبا في 96 بدأت أشتغل على برامج الجرافيكس، كانت يعني فوتوشوب، كنت ألعب في الصور. ولا عقبها بسنة سنتين اللي هو أنا بديت شريت كاميرا عشان أنا أصور وأسوي إديت في الصور، أعدلهم، بس ركزت أكثر على التصوير. خلينا نقول من 2000 هني بدأ الشيء صار جد يعني. طبعاً هي هواية مكلفة مثل أي هواية، يعني أبسط الهوايات خلينا نقول الرياضة أو الجري أو الجولف كلها فيها معدات. أي هواية فيها يعني الواحد يطلب معدات، في من الأشياء الصغيرة الرخيصة إلى الأشياء الغالية، وكل ما الواحد يعني يتطور يبي الأحسن فتصير مكلفة، خصوصاً الحين في وقت هالتكنولوجيا كل شيء قاعد يصير أغلى. في نفس الوقت إن الواحد يقدر يسوي محتوى أو ينتج صور فيديو بأرخص الأشياء، فالكل يمشي الحين بكاميرا في يده. فالأهم الواحد شلون إنه يسوي المحتوى الصح. إذا بفسرها، أنا الشيء الوحيد اللي يخليني يمكن أتميز أو إن الناس تحب هو التغيير، لأن أخذ ستايل معين أحب أجرب أنواع مختلفة من التصوير، أحب أجرب ستايلات مختلفة من التصوير، إضاءات مختلفة، ستايل إذا كان معقد أرجع للستايل البسيط السيمبل الكلاسيك. فهاي الأشياء التغيير من الواحد يتجدد من روح الأعمال اللي يسويها هي اللي أعتقد إن هي تلقى دائما عندي صدى أكثر حتى من اللي يشوفون أشغالي. الواحد لا يروح من البداية لأعلى شيء، والواحد يعرف الشيء اللي في يده. إذا عندي كاميرا موبايل ولا كاميرا احترافية ولا شبه احترافية، شو اللي أقدر أسويه؟ إن أنا أشوف إمكانيات الأشياء اللي عندي وأتعلم. يعني أنا دائما أنصح الواحد يتعلم على الشيء اللي في يده على أساس إنه يقدر يحقق فيه أحسن شيء. التصوير حاول الإضاءة هي أساس التصوير، ف ما عندك إضاءة اطلع برا، إضاءة طبيعية من الله مجانية ما فيها أي تكلفة. فهاي الأشياء اللي واحد أنصح فيها، تعلم، هاي هو الأساس. أهلاً، أوكي، استديو عندنا تصوير. بيرفكت، حلو. نزل راسك شوي. نايس. طبعاً الحين التكنولوجيا ويا هذه بكل بساطة الحين أقدر أعود الكاميرا، يعني هاي الأشياء سهلت علينا. نزل راسك أكثر. فعندنا صور زينة حق فاطمة. في صور تأخذ أسابيع نحضر لها، هاي الأشياء خصوصاً التصوير التجاري، يعني مليون بورتريت سيمبل، بس أحياناً في صور تأخذ تحضير 2-3 أسابيع عشان في النهاية نحصل صورة واحدة من البروجكت. هذه هو يعني أنا صدق مصور، بس أكثر شيء اللي هو الإنتاج والتحضير والفكرة هي اللي تأخذ وقت أكثر. مستمرين معاكم مشاهدينا مع المصور الفوتوغرافي ومصور الفيديو ايضا، مو بس الفوتوغرافي الاحترافي، مخرج طبعا يعني. خبرنا اكثر اخوي علي عن شركه بروفوتو، شركه عالميه شهيره يعني، تعاملت معاها ولك ايضا شراكه معاهم. صح،
الكل طبعا حتى في السوشيال ميديا اي سؤال عن اضاءة فولفون تي، شركة اضاءة صار لها قريب 60 سنة، تأسست مال كم 68 عارفها في 68. فهاي الصورة اعتقد مع مؤسس الشركة صار انه طبعا هم اختاروا مصورين، كلموا الوكلاء اللي في كل العالم في برنامج بيكون حق اللي يسمونه بريميوم كلاب ترينر، اللي هو المصورين الإليت اللي بيدربون الوكلاء ويدربون مثلا حق الفنتاتهم. وقع الاختيار على تقريبا 20 شخص، واخر شيء رحنا ستوكهولم في السويد على أساس ناخذ بس دورة التدريب، مو بنا يعلمونا، لأن المفروض يكون جاهزين يعني نعرف التصوير والإضاءة وكل شيء، مجرد ناخذ الجايد لاين أو الخطوات التريننج. كنت أنا من أول 12 شخص، أغلبهم كانوا من أوروبا وأمريكا والصين واليابان، وأنا الوحيد اللي من الشرق الأوسط. صرنا كلنا مؤهلين أو مرخصين إن إحنا ندرب ونتكلم عن الشركة ونتكلم مثلاً عن الإضاءة والأشياء هذه. يعني مثل ما نقول بدل ما تسأل أنت، كنا إحنا الفاصل بين الوكيل وبين المصورين. فالمصور لما يروح يشتري الشيء يمكن الموظف ما يعرف يشرح له، فإحنا كان دورنا إن إحنا نعلم اللي يبيع ونعلم اللي يشتري. فيعني ثقة وايد زينة كانت. الماركة وايد اشتهرت في الخليج، حالياً من أقوى الماركات حق الإضاءة في التصوير الفوتوغرافي كإضاءة، وليحن في تواصل، ليحن في ساعات يطرشون منتجات مثلاً لم يتم الإعلان عليها، يعني إن علي تشوف لنا هذه وعطنا الكومنت مالك ولا تشوف شنو يعني تعتبر من المطورين يعني اللي تعتمد عليهم. إيه إحنا الجزء الأخير من المطورين مثل ما تقول، إيه دام هم يأخذون بكلامنا أو يطلبون رأينا النهائي قبل المنتج يطلع، هاي الشيء وايد مهم. الحين مع السرعة والهذي صار إنه يطرشون من مثلاً في منتجات تطرش لنا حق تعرف السوشيال ميديا، في عندك فولوورز وتتكلم عن المنتج تروج له. أنا ما روج له، أنا لا في شيء غلط أقوله، بس ساعات حب الشيء اللي قاعد الواحد يسويه. وصرت حق شركة سوني ألفا 3 سنوات سفير لهم، وحاليا بعد مع شركة شاشات إيزو اليابانية. يعني هي شركة شاشات خاصة بالجرافيكس، يمكن عندكم هنا بعد التلفزيون، فهي شاشات غالية بس إن الأكلر فيها أكيرات. يعني احنا حديثنا لازلنا مواصلين معاك علي، ولازال في الكثير الحين في جعبتنا ان احنا نقدمه حق مشاهدينا، بس احنا راح نشوف معاك فيديو بعد فيديو بعد فيديو وبنكمل كلامنا. اوكي. We'll be right back.
عقب كل عمل يعني يمكن كنا نشوف فيه فرحة، في سعادة إن العمل يعني تم، ولكن الروح الحلوة اللي شفناها يعني كانت وايد ظاهرة على الأعمال اللي كنت تقدمها. طبعاً فيديوهاتك لها خلف كواليس الأعمال، سواء تصوير ولا فيديو سويناه من قبل مع الفريق، طبعاً عقب ساعات وساعات من التصوير والتعب أكيد بنحتفل إن خلصنا يعني. فكان مثل ما شفت كان الإعلان الأخير مع أوتلو برودكشن اللي هو في الفراتشي معروف طبعاً، كان إعلان تجاري وميوزك فيديو في نفس الوقت، فكان ومع الفنانة أصالة يعني كنت تصور أنت اللي هو أي الفيديو كان خلف الكواليس. أنا مصور الصور الفوتوغرافية للغلاف. أي نعم. فالغلاف كامل كان صورت الصور اللي فيه بالإضافة إلى الإشراف على التصميم السي دي يعني والبوستر. يعني أنت دخلت تقريباً هاي المجالات هذه اللي نتكلم عنها اليوم علي، يعني أنا أشوف أنك خضت كل مجال في مجال التصوير. صح. يعني شنو بالنسبة لك اللي فعلاً كان تحدي؟ هل مجال التجاري أو المجالات الأخرى اللي هي تتعلق بتصوير الطبيعة وغير هذه الأمور؟ وشنو المتطلبات اللي مفروض تكون موجودة أساس أن أنت تطلع بإعلان تجاري ممتاز؟ أوكي أنا بفسرها حقكم. يعني خلنا نطرح مثال. يعني شفت الصورة البرجر اللي أنا أشوفها أقول الله والله يبي له الليلة أتعشى، أروح أشوف شيء ثاني زين مع احترامي. هسه يا جماعة اليوم مجبوس وبرجر هني. الموضوع شو اللي يفرق بين العمل التجاري والعمل اللي مثل ما أقول هواي أكثر؟ مثل ناخذ مثال نفس المجبوس بساعة. أوكي بعد أكل. إنزين بقول لكم، تعرفون الحدوق طبعا. اي نعم. الصيد. انت تطلع حدوق قد مره طلعت او رحت تسمع لتجارب؟ بس يعني تجارب. ايوه تجارب. تروح انت تحدق هوايه، تطلع من وقت لوقت انك تصفي مخك وتصيد صيد صيد، ما صدت انتهى الموضوع، بس ان انت قاعد تستمتع في الشيء ذي. نعم. لكن اللي يصيد على اساس انه هو هاي مهنته، هني الصعوبه، إن إذا رجع ما عنده شيء، إنه هاي بالضبط اللي إحنا نسويه. إن أنا الحين شنو التشالنج أو التحدي اللي يصير؟ إن ما في شيء اسمه ما يصير لازم. يعني أنا كمصور أو مخرج أو إذا ياني شغل علي لازم نبي نشوف هذه إيش كثر يكلف، إيش كثر وقت يبيله، ونبي باكر. ها. إنزين فهل ممكن يصير؟ يعني يصير طبعاً، وعلى أساس إن الواحد يرتب يصير تحت البريشر. هاي الشيء أنا جربته من يوم ما أنا بديت من الهواية الفترة القصيرة ودشيت مجال التصوير التجاري مع الشركات والوكالات اللي هو الأجنسيز. ما في شيء ما يصير، ساعات أقولها إني صدقهم، لكن لا لازم يصير هذه الشغل اللي يصير. يعني ما في آخر لحظة، لازم إن في التاريخ لازم شغل تسلم، تقدر لازم أقول أقدر، ولازم إن هاي تكون تحدي لي. والمتعة بعد ما الواحد سنة يرتاح سويتها، يعني هاي المتعة إن أنا سويتها برغم خلينا نقول الألم اللي يصير، رغم الضغط. صح. وخصوصا كمصور، أنا ما كاميرتي مو قاعد أصور طبيعة ساكنة، عندي المودلز، عندي المشرفين، عندي المنتجين، عندي الزبون اللي هو الايجنسي اللي قاعد اصور له، وعندي الزبون مال الايجنسي، يعني عندي الكلاينت اوف ذا كلاينت في اثنينهم. فانا لازم ارضي الاثنين وارضي اللي تحت، ان بعد ما ينضغط عليهم. فانت في النص ساندويتش برجر، زين ان انت ترضي الطرفين، وفي النهايه الكل يكون ماشي، يكون راضي. راضي. نعم. جميل. يعني علي، قبل ما نختم معك، فترة يمكن الكورونا فترة جدا صعبة مرت على الجميع، يعني كتحدي لهم، وطلعت يعني فيها أمور كثيرة في هذه الفترة. أنا يمكن عندي جانبين الحين بس حابة أن أنا أستفسر عنهم. الجانب الأول، كان وإحنا تحت الهواء كذي دردشنا في الموضوع، قلنا عن موضوع أن الشباب اليوم، شفنا يمكن قبل في السابق كل من كان يود الكاميرا كانوا شوية يعني من الكبار، عشرينات وطالع. الحين هالوقت الجيل الجديد يمكن عمره 9 سنوات 10 سنوات،
ماسك الكاميرا ويصور وفاتح له حسابات يمكن على السوشيال ميديا. صح. وقاعد يصور. اليوم علي ممكن يتبنى هذه المواهب الشابة؟ أكيد ما عندي أي مانع يعني في مواهب. شلون أتبناها؟ إن مثلاً دائماً اللي خلينا نقول guide them اللي هو أعطيهم طريق إنه مثلاً شلون يقدر يتطور ولا يبتدي يسوي. قبل كنت أسوي مثلاً حلقات نقاشية ولا نطلع محاضرات ورش عمل زين. فالحين مع الكورونا مؤخرا مع الكورونا شجعتني ان انا ادخل اونلاين. كل شيء اونلاين. كان عندي فيديوهات مسجله عن حتى التصوير متقدم يعني ما اتكلم عن شلون تسوي الكاميرا لا تصوير الاضاءه الصوره شلون صورتها واشرح الاضاءه فيها بالتفاصيل ولايف يتسجل وثلاث اربع انجلات في الفيديو انتاج عالي ترى في تفاعل اي وكلهم موجودين في اليوتيوب. هذا كرم منك لأمانه انك تقدم حوالي 50 مادة احنا كلنا الحمد لله يعني هني الديرة ما قصرت الحكومة ما قصرت. فالوقت اللي احنا فاضيين فيه زين شنو نقدر نسوي؟ اوكي خلينا نسوي شيء نقدم نرجع للمجتمع ونرجع للناس اللي هني موجودين واللي حواليك والشيء اللي اونلاين مو بس هني في البحرين كل مكان. صحيح. يعني انا كنت كل ثلاثة ايام انزل لهم فيديو جديد تعليمي انه اوكي انا الحين عنده وقت يقعد في البيت يشرب قهوه توي طالع لان ما احد قاعد يطلع. فيعني هاي اقل شيء نحن نقدمه هالوقت. وفي من البحرين وايد في من دول الخليج وحتى برا دول عربيه يعني انا المحتوى عربي. نعم. المحتوى العربي للتصوير يعني البروفيشنال وايد فقير كلها اشياء. نعم. اساسيه. فالشباب يعني الحين لا يوقفهم شيء. صحيح. لان كل واحد الحين موجود هني ولا في اي مكان في مخبط كاميرا. صح. الموبايل ترى كاميرا. الكاميرات صارت زينه في الموبايلات. ممكن الواحد يسوي اشياء يوثق اللحظه على طول يوثق اللحظه يصور منظر يصور الكوفي اللي قدامه يتعلم منها على الاقل شلون يسوي صوره يكونها. بعدين يقدر يروح حق البروفيشنال. انا مثل ما قلت والله يا اخوي علي يعني هذه بالعكس كرم منك انك تقدم هذه المواد التعليميه للناس ويعني بالمجان طبعا وانك تقدم خبرتك. هذا احساس عندك بالمسؤوليه انه فعلا لازم ان اوصل يعني توصل مواهبك وتوصل مهاراتك للناس. والله يعطيك العافيه يعني تقدمت الكثير الامانه وانت شخص مبدع واليوم احنا استانسنا معاك. الله يخليك. يعني ان شاء الله المره الجايه بنجيب ان شاء الله ما ضيعتكم بس بنجيب مجبوس المره الجايه عشان نطرحنا مثال نطرح مثال صح البرجر ان شاء الله احنا ناكل ان شاء الله شوف المجبوس هاي مجبوس هذه برجر في الكوفي كل واحد من البيت يبا. الله يعطيك العافيه. مشكورك علي. نشكرك وما قصرت على حضورك. الله يخليك. المصور والمخرج المحترف والمبدع علي الرفاعي شكرا على حضورك وتلبيه الدعوه. مشاهدينا الكرام نطلع معاكم اعلان وراجعين معاكم. أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغريد الطروف الشادي يا فخره وبه الحصون منيعة يا عزه رغما عن الحساد. الوطن وجداني وحياتي وعمري وأهلي وناسي كله. أنا بحريني وانت بحريني. أنا مواطن وانت مواطن. البحرين مو جواز ترفعه ولا شعار تبجح به. البحرين هني. البحرين في القلب. البحرين وطني. الوطن ذاتي. وطن هويتي. الوطن حبي وعشقي. الوطن حياتي كلها. ما اعتقد اني ممكن اختصر يعني حبي وعشقي لوطني من خلال كلمه قصيره. بس اذا بنختصرها بنقول الوطن بالنسبه لنا الهواء اللي نتنفسه. الوطن بالنسبه لي هو الامان، هو الاستقرار، هو الذكريات، هو اصدقائي، اهلي، ناسي، وكل شيء حلو في حياتي. طفولتي، دراستي، جامعتي، شغلي،
كل الحرية اللي حصلتها، أسست بيت، عملت أفلام، عطوني كل الحرية للإبداع عشان أبدع، بس لأني كنت في البحرين. الوطن لا يمكن اختزله في كلمة أو اختصره في كلمتين أو كتاب أو كتب، لا، الوطن مشاعر، حب، سلام، محبة. ربينا في البحرين، درسنا في البحرين، تعالجنا في البحرين، حلمنا في البحرين. الوطن حب قيادة، الوطن حب شعب. الوطن هو البيت، هو الحضن، هو الحنان. وإحنا صراحة يعني نعتذر لأن ما وفيناه حقه الكامل، وما نقدر صراحة وما راح نوفيه. الوطن غالي، الوطن أم، أحد يقدر يستغنى عن أمه؟ حياكم الله من جديد مشاهدين. طبعا من منا ما يحب انه يشرب القهوة، سواء كانت مرة كانت حلوة، وطبعا حلاوتها ما تكمل الا مع اللمة، مع ربعنا، مع الناس اللي نحبهم واللي نحب دائما احنا نقعد معاهم على يعني كوب قهوة. وللاسف انه يمكن انصار الشاي ما يتفقون مع هذا الكلام، لكن الكل يتفق ان فنجان صغير من القهوة او حتى الشاي هو واحة نسترخي خلالها ونفكر ونتأمل. يقولون القهوة هي المشروب الثاني في العالم من عقب الماء، وتختلف طرق إعداد القهوة وتتنوع بتنوع شعوب الأرض وثقافتها، لكن العالم كله يجمع على أن القهوة لها مكانة خاصة عند الكل. اليوم نتكلم أكثر عن القهوة وعالمها، لكن بعد هالتقرير. ماي ودرجة حرارة مناسبة ونحصل على المشروب اللي أغلب الناس تحبه. تعود هالمحبة لأسباب عديدة، أهمها نكهة القهوة المتجددة اللي ما ينمل منها، وكونها الحل السحري للحصول على تركيز عالي لدرجة أن كثير من الشعراء وصفوها بالسمراء الجميلة. ريحة وطعم القهوة مزاج تحلي لحظاتنا وقعداتنا، سواء كانت يمعات الأهل، اجتماعات العمل، أو لقاء الأصدقاء. تنمو بذور البن في أكثر من 70 بلد، ويقال أن البن الأخضر هو ثاني أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط، الشيء اللي خلاها واحدة من أشهر المشروبات الشعبية في العالم. ومن زود ما القهوة مهمة، صاروا يستخدمونها في ألعاب الفيديو كأداة للحصول على النشاط لإكمال المهمة. تتعدد أجهزة تحضير القهوة بجميع أنواعها، وشهدنا في الآونة الأخيرة كثرة الطلب على أجهزة تحضير القهوة المنزلية، كونها أقرب وأوفر في نفس الوقت. مذاق هالمشروب له حكاية كبيرة، سواء من ناحية الرائحة، القوام أو النكهة، بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بشرط عدم الإفراط في استهلاكها. حكم الله مشاهدينا من جديد. طبعا اليوم بنسولف عن القهوة وعن المختصين في القهوة وشنو أنواع القهوة مع ضيفنا الكريم، طبعا محمد جمشير، وهو صانع قهوة مختصة. يا هلا ومرحبا فيك محمد. يا هلا والله أخوي. مشكورين. طبعا أنت راعي اللي هو مقهى سورسو، يعني طبعا شفنا طول الحلقة يعني الماكينة شغالة ما شاء الله ما وقفت، والطلبات كل مالها وتزيد عندنا. اي نعم. يعني القهوة المختصة يعني لفت انتباهي، انت صانع قهوة مختصة، يعني مو بس صانع قهوة، لا مختصة. اي نعم. وضح لي اكثر. اوكي، فالقهوة احنا متعودين عليها، اول خلينا نقول ما تخرجنا، انزين متعودين على الانستنت كوفي او القهوة الفورية. اي نعم. انزين، وفي القهوة التجارية اللي موجودة في المحلات التجارية. انزين، وحين في يسمونها الموجة الثالثة من القهوة اللي هي القهوة المختصة. والقهوة المختصة هي قهوة عالية الجودة، يعني they take care of القهوة من الزراعة إلى التحميص إلى التحضير. ففي كل خطوة يعني اللي حضر القهوة واللي يصنع القهوة يكون ملتزم بمعايير معينة عشان إن هي تكون قهوة مختصة. نعم. يعني وفي نسمع دائما ان القهوه انواع ولها فصائل، وانواع البن
يعني كلمنا اكثر عن صح. في نوعين اساسيين للبن انزين، الارابيكا والروبوستا انزين. الروبوستا هي خلينا نقول تستخدم عاده في القهوه التجاريه والقهوه الفوريه، وعاده تكون جودتها اقل وارخص لان هي زراعتها اسهل وتقاوم الامراض. انزين والكافيين فيها عالي فجدا سهل خلينا نقول زراعتها انزين، وتكون قيمتها رخيصه انزين. وعندنا قهوه الارابيكا اللي هي تشكل تقريبا نسبه عوده من الصادرات القهوه انزين، والقهوه الارابيكا هي اللي تي منها القهوه المختصه. فالارابيكا كلها اتي من القهوه المختصه، تي كلها من الارابيكا وتقيم على معيار جوده حسب منظمه القهوه العالميه على معيار من 100 اذا حصلت 80 نقطه. يعني في ناس معينين هم مختصين انهم يقيمون القهوه، عندهم شهادة أنهم يقيمون القهوة، إذا حصلت أكثر من 80 نقطة فما فوق هي هذه تعتبر قهوة مختصة. يعني اللي عندك كلها أرابيكا؟ أكيد أكيد اللي موجود كلها أرابيكا مختصة وقهوة مختصة دائما. هل أرابيكا لأنها يعني ترجع للجزيرة العربية؟ والله إيه، يعني هو القهوة يعني ما في خلينا نقول رواية أكيدة مو وين طلعت القهوة. في ناس كانوا يقولون إن هي من أثيوبيا. نعم. إنزين كان في واحد راعي غنم شاف الأغنام عقب ما تأكل ثمرة معينة. صح. إيه يصير هنا شاط معين. إنزين وفي ناس يقول لك لا هي من ميناء المخا من اليمن. إنزين فيعني يعني هذولك يستخدمونها عشان يبيعون أكثر الأثيوبيين. أي. وإحنا بعد. بس سموها أرابيكا لأنها يعني هي. إيه. هي من أثيوبيا. إيه ترجع لل. من أثيوبيا يعني. وانزرعت في اليمن. أوكي. يعني شلون الواحد يعني يختار نوعية القهوة اللي تناسبه؟ يعني مثلا إذا بنشرب القهوة بيور بدون اللي هي الإضافات الحليب وذي، بنلاحظ في أكثر من يمكن أكثر من طعم، في واحدة تيك مرة زيادة، واحدة حامضة تيك شوي. صح. فليش هذه مرة وليش هذه حامضة؟ ليش أكثر حموضة أقل؟ وشلون الواحد يختار اللي يناسبه يعني؟ صح. طبعا القهوة المختصة فيه شيء اسمه إيحاءات. زين هاي يمكن من اهم الاشياء اللي يميز القهوه المختصه عن الروبوستا. الروبوستا عاده المراره عاليه انزين وطبعا كافيين عالي، بس في الارابيكا انزين في وايد عوامل تاثر على القهوه او الطعم اللي انت في النهايه راح خلينا نقول تذوقه في القهوه انزين. وايحاءات لان هي ما فيها نكهات مضافه، مجرد توحي لك ان هي طعمها شوكولات، وتوحي لك ان فيها مكسرات، وتوحي لك مثلا ساعات ان فيها بعض الفروتس انزين. طبعا القهوه الارابيكا او القهوه المختصه انزين فيها عده احماض، وهاي الاحماض ذي مثلا خلينا نقول حمض الستريك موجود في الليمون انزين وموجود في القهوه، فانت ممكن تذوق الحمض ذي وتخيل الليمون او تخيل البرتقال. في بعض الاحماض نفس الموجوده في الفراوله مثلا انزين، فانت تذوق الطعم في القهوه يتخيل انه فراوله انزين. وفي بعض النكهات او الايحاءات تصير خلال التحميص. التحميص يعني يلعب دور مهم في ابراز هاي النكهات او الايحاءات اللي موجوده في القهوه، فمثلا طعم الشكر وطعم الشوكليت هاي كله يتكون في الشوغر براونينج خلال التحميص، تحميص يعني القهوه. يعني تذكرت التحميص وانا بذكر ايضا طحن القهوه نفسه. اكيد. هل يغير من الطعم في النهايه؟ وهل يعني كم مسار نبي نعرف احنا في الطحن وفي طريقة أيضا التحضير هو من خلال اللي هو تحميص القهوة؟ صح. طبعا القهوة لازم أول شيء تكون خلينا نقول في الأصل هي قهوة زينة عشان تطلع بنتيجة زينة. نعم. إنزين فإذا هذه القهوة زينة وتحمصت بطريقة ممتازة، لأن التحميص ممكن يعني نفس عندك ستيك إنزين ممكن تحرقه ويروح كل الطعم فيه يصير بس طعم الحراق، نفس الشيء ممكن يصير في القهوة. فبعض القهاوي خاصة اللي تحمص دارك إنزين عادة يجي فيها طعم الحراق أو الطعم الترابي إنزين. بس القهوه المختصه تتحمص عاده على درجه خلينا نقول لايت تو ميديوم انزين، او حتى ساعات فوق الميديوم بشوي انزين. وانت يمكن ذكرت نقطه وايد مهمه اللي هي نقطه في الطحن. انا ساعات واحد يقول لي بشتري شيء يعني ببتدي في القهوه، شنو اهم شيء اشتري؟ اهم انفستمنت الواحد يمكن اللي خاصه الهوم باريستا خلينا نقول اللي يسويه يشتري مطحنه عادله، لأن المطحنة هي اللي تساعد الشخص اللي يحضر القهوة إنه يستخلص القهوة بطريقة صح.
في مطاحن تحصلها يمكن تبتدي من 10 دينار انزين، لكن هاي المطاحن اذا استخدمتها تعطيك حبيبات غير متساويه انزين، واذا اعطتك حبيبات غير متساويه خلال التحضير ما تقدر تطلع بكوب متوازن، دائما تشوف الكوبيان ما مر وايد، او ساعات في ناس يقول لك القهوه وايد حامضه، ليش حامضه؟ انزين الطحنه تفرق، وهاي يمكن نقطه يمكن ارجع لها دائما ودائما انا اكررها، لان اتكلم مع ناس يقول اللي يونا مثلا ساعات عندنا يقول لي اطحن لي الكيس، اقول انا بطحنه لك انا ما عندي مشكله، بس من الطحنه انزين اولا يبتدي يفقد خصائصه، من كذي احنا نطحنه اون سبوت قبل احنا نقدمه انزين، وثاني شيء اذا طحنت لك اياه وطحنه ما كانت مناسبه حق طريقه التحضير اللي انت راح تحضرها خلاص انسى، دائما بيعطيك يا حامض، اذا انت راح طحنته مثلا خلينا نقول خشن وايد طول القهوه اللي بتحضرها من هالشيء حامضه او طحنتها وايد ناعمه القهوه كلها مره بتيك انزين، فوايد المطحنه مهمه، وايد المطحنه مهمه حق الشخص اللي يبي يحضر القهوه في البيت. نعم يعني انا من البدايه من شفت يعني الكوفي شوب او اسم الكوفي شوب سورسو يعني لفت انتباهي لما انا سورسو يعني نبي نعرف معنات الكلمه هذه اساسا يعني انا نعرف ان اصحاب القهوه اللي بيسمي المحل بيسمي البراند مال الماركه صح يعني بياخذ الاسم من شيء معين له في مجال الاختصاص نفسه صح. فطبعا انا من محبين ايطاليا نعم انزين، وسورسو بالايطالي معناته رشفه اوكي، فاحنا نقول اون سورسو دي فيليتشيتا اللي هي اسيب اوف هابينس او رشفه من السعاده انزين، فهي سورسو معناته رشفه ومرتبطه بالقهوه لان بحكم يعني ان انت كل سب تاخذه يعني الابتسامة يعني واضح حبك لإيطاليا طبعاً الله يسلمك يعني هي هما مشهورين طبعاً بالقهوة وبالسبريسو يعني أنا على المستوى الشخصي صراحة عندي وايد تساؤلات عن الكوفي أوكي. يعني الحين لما نحط الإضافة على الكوفي إحنا نسمع دائماً يقول لك تبي تصحصح تبي يعني بسرعة تركز ورايح الدوام ومستعيل بس طق لك سبريسو سريع أو بلاك كوفي أمريكان أو غيره بتصحصح أسرع، بس اذا حطيت عليه اضافات مثلا كان مع الحليب كان سواء كابتشينو صح او لاتيه او غيره يكون مفعوله اقل، هل هذه صحيح؟ طبعا لا، لان الـ يعني اغلبيه المشروبات اللي تتحضر عن طريق الاسبرسو يسمونها اسبرسو بيس درينكس، يعني هو البيس اسبرسو وتحط اي شيء فوقه، فهل انت حاط مثلا وان شوت ولا تو شوتس انت راح تشربه هاي الوان شوت ولا التو شوتس. اي نعم. الفرق انه يقول لك الاسبرسو صحصحك لانه المشروب وايد صغير ممكن يعني في رشفة واحدة خلينا نقول انت مخالصة وخلاص يعني التصحصح يصير، اما ديك سويت او مثلا جلوس عود يعني يمكن يبي لك 10 دقائق ربع ساعة تقعد تشربه إيه؟ انزين فياخذ وقت اطول، بس من ناحية الافكت من ناحية الكافيين اللي فيه هو نفس الشيء. إيه؟ طيب انا والله ودي قبل اختم معاك اسالك يعني اخذ رايك في شغلة، ايش رايك في اللي صور الكوفي يعني يكتب قصيدة في الكوفي أو يكتب يعني كلام حب فيه يعني معشوقتي وبعد شبدي وقهوتي صح رأيك فيه يعني هل له علاقة هذا الموضوع يعني؟ والله هو شوف ما له علاقة، بس ساعات يعني هالأيام صاير التصوير يعني ساعات الواحد يروح كوفي شوب عشان يصور مو عشان يشرب القهوة انزين، يعني أهم شيء عنده الصورة وأهم شيء عنده اللي من كذي أغلبية الأماكن تشوفهم يشتغلون على الديزاين يشتغلون على ذي عشان يجذبون الكاستمر من ناحية التصوير. لا يعني وصل لمرحلة إنه يعني تشوف الكوفي يصور الكوفي ويقول عنه كلام حلو إنه يعني جليستي وسويداء القلب وكذا، يعني هل تتفق مع هالشيء ولا تشوفه أوفر يعني؟ والله يعني كل واحد يعبر بطريقته إنزين، بس مثل ما يقولون في ناس يقول لك المرارة الحلوة اللي إحنا نحبها اللي هي مرارة القهوة. أكيد أكيد طبعًا. والله احنا استانسنا وياك صراحة الله يسلمك ونقول لك يعني ومشكور ما قصرت على حضورك ويعني وما قصرت على انك يعني خليتنا نجرب اليوم بالعكس هذا القهوة لنا. والأمانة مشاهدينا يعني بدون مجاملة قهوة ممتازة فعلا اللي قال قهوة مختصة يعني يتم صناعتها بطريقة وتحضيرها بطريقة جدا مختصة وفي النهاية يعني انا ضقت اليوم ضقت الكورتادو وضقت الكابتشينو أيه. سامحني يمكن خسرت لا عادي يا فعلك حلالك طول لي بعمرك مشكور الله يسلمك حمد جمشير صانع قهوة مختصة شكرا لحضورك تسلم معنا. تشرفنا فيكم مشكور. شكرا لك الله يسلمك مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين لدارة الدنيا بعد الله انت العم لدرنا بالعالم مثل الجبل ما يكون
دارت الدنيا بعد الله انت العوم قدرت العالم مثل جابات ما يكون ذدرت البحرين قلبي ونور العين مثلوا عليها الوان ومحمد وياسمين ذدرت البحرين قلبي ونور العين مثلوا عليها الوان ومحمد وياسمين يا حلوها بعيني لو كانت صغيرة يا ربي يحفظ الملك ويحفظ الديرة يا حلوها بعيني لو كانت صغيرة يا ربي يحفظ الملك ويحفظ الديرة يا ربي يحفظ الملك ويحفظ الديرة يا ربي يحفظ الملك ويحفظ الديرة فخرنا عزنا كلنا انت يا ابو سلمان لقلا واسمك يا حمد زدنا فخار وشان لقلا واسمك يا حمد زدنا فخار وشان لقلا واسمك يا حمد زدنا فخار وشان دارت الدنيا بعد الله انت العوم قدرنا ذي العالم مثل جبال ما يكون لدارت الدنيا بعد الله انت العوم قدرنا ذي العالم مثل جبال ما يكون قدرت البحرين قلبي ونور العين مثلوا عليها الوار ومحمد وياسمين بديرة البحرين قلبي ونور العين مثلوا عليها الوار ومحمد وياسمين مستمرين معكم مشاهدينا. وزارة الصحة تعمل بكل جد واجتهاد وتأكد في كل تصريح على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وكل هذا يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم في الحفاظ على صحته وعدم المساهمة في نشر فيروس كورونا. الخطوات وايد بسيطة وسهلة، والإجراءات تحمينا قبل ما تحمي الغير، ويجب علينا كلنا ان احنا نطبقها في مختلف الظروف. والحين الجو صار حلو والجو صار وايد يعني مناسب حق اللي يحبون انهم يمارسون الرياضه، وعشان نمارس طبعا رياضتنا المفضله في هذه الاجواء الجميله واحنا ماخذين كافه احتياطاتنا، يسرنا ان يكون معنا عبر الهاتف محمد الجلابي اختصاصي علاج طبيعي بمجمع السلمانيه الطبي عشان نتكلم اكثر معه عن تطبيق التعليمات الارشاديه في الرياضه الخارجيه. يا هلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم وفي المشاهدين في ترقيه اخوي بسام. يا هلا وسهلا. بغينا نتكلم عن اهم التعليمات المتعلقه باخذ الاحتياطات للوقايه من فيروس كورونا لما نمارس الرياضه تحديدا في الخارج. نعم، اهم الاحترازات الواجب تطبيقها الله يسلمك تكون او تتلخص في نقاط بسيطه وهي كالاتي: ضرورة لبس الكمام حق الأشخاص اللي يمارسون رياضات خفيفة الشدة كالمشي. للأسف في بعض الناس يعتقدون أن استخدام الكمام في الرياضات البسيطة أو خفيفة الشدة كالمشي ممكن أنه ما يأثر على التنفس. طبعا الدراسات أثبتت أنه ما يأثر، وضرورة لبس الكمام أثناء المشي واجبة. بالنسبة للرياضات المتوسطة إلى الشديدة يفضل ان الشخص اللي يمارسها اثناء ممارسه هذا النوع من الرياضات ما يلبس الكمام، لكن يخليه يكون عنده في حد في حال وخلص من الرياضه ورجع معدل التنفس وضربات القلب الى المعدل الطبيعي وحب يمارس رياضه متوسطه خفيفه الشده كالمشي يكون عليه انه يلبس الكمام على طول. بالنسبة إلى اصطحاب أشخاص معانا أثناء ممارسة الرياضات الخارجية يفضل أنه ما يزيد عن شخصين مع بعض، مع المحافظة على المسافة الآمنة اللي هي مترين بين الشخصين. لا ننسى أنه يفضل أو
يعني ما يستخدمون هاي الشخصين اللي يكونون مع بعض، ما يتبادلون الأغراض ما بيناتهم مثل قناني المياه أو المناشف، وضرورة حمل المعقم مع الشخص أثناء ممارسة الرياضات الخارجية في حال أنه لمس أي سطح بالغلط ولا شيء يعقم يده. نعم، الحين يعني خلال هالفترة يعني لاحظ زادت طبعا ممارسة الرياضة وخصوصا رياضة المشي، وإحنا نبقي منك يعني أستاذ الكريم أنك يعني توجه رسالة للمواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين. أنت تفضلت يعني وذكرت هذه الإرشادات وأهمية يعني أن الواحد يلتزم بالإجراءات، لكن نبقي منك أيضا أنك توجه رسالة لهم خصوصا هذه الفترة، وأتوقع أن الفترة الجاية بتزيد والفترة اللي أيضا بتغير الجو علينا، فنبقي منك أيضا هذه الرسالة الأخيرة. كل شخص موجود على أرض مملكة البحرين الحبيبة هو عنصر مهم وفعال في الحد من انتشار الفيروس. لا حد منا يقلل من الجهد اللي ممكن يسويه عشان يقلل من حدوث، يعني يقلل من حدوث الانتشار. فالحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص اللي يمارسون الرياضة مهمة. نحاول ما نتجمع في أثناء أداء الرياضات الخارجية. لا تصطحبون معاكم الأطفال، لأن الأطفال ممكن يتلمسون الأماكن اللي ممكن يكون فيها أحد لمسها ويعرض الشخص الطفل نفسه أو أهله إلى الانتشار لانتشار المرض نفسه. فلازم نكون يد واحدة مع فريق البحرين في الحد من والقضاء على هذه الجائحة، والله يبعد عنا وعنكم الشر إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا لك محمد جلابي، اختصاصي علاج طبيعي من جامعة سلماني الطبي، شكرا على هذه الإرشادات وهذه النصائح. تقدر جاي يعني ايش رايك نستعرض اخر احصائيات فيروس كورونا في مملكة البحرين واللي اصدرتها وزارة الصحة اليوم الاثنين والمتعلقة بالفيروس وبوضع الفيروس في مملكة البحرين؟ طبعا أجرت مملكة البحرين أكثر من 1,617,000 فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة 3,281 حالة، ووضع الحالات المستقرة لله الحمد يبلغ 3,243 حالة، فيما يبقى 38 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 77 حالة. أما المتعافون فيبلغون 74,320 متعافي. أما الوفيات 300 وحالة وفاة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 331 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 112 حالة لعمالة وافدة و213 حالة لمخالطين وست حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالة وفاة واحدة وتعافي 479 حالة. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا وياكم الى نهايه ليله من ليالي وطني، وان شاء الله اتمنى انكم استانستم معنا اليوم في هذه الحلقه المميزه، وان شاء الله تستانسون اكثر بعد باكر في حلقه الزملاء فواز وهيه في ليله مميزه باكر ان شاء الله. ومع السلامه. مع السلامه.